مساء الخير واهلا بحضراتكم. لسه مكملين معاكم متابعه الكارثه او الصدمه او الحادث البشع بتاع مقتل 21 من المواطنين المصريين اللي كانوا مختطفين في ليبيا على ايدي من يسمون انفسهم بداعش او الجهاديين او المتطرفين او التكفيرين، سميهم زي ما تحب، هم في النهايه بالنسبه لنا هيفضلوا مجرمين. مساء الخير ومساء الدم ومساء الخيانه ومساء الغدر ومساء الخسه ومساء النداله ومساء العار على كل المجرمين الفجرة اللي عاوزين يوهمونا انهم بيتكلموا باسم الدين. بقى في حياتكم العزاء هنا قاصر على إذاعة الأخبار لا فقط لا غير. بعد كده في خطوات لحماية هذا الوطن، خطوات للانتقام لأرواح الضحايا. مرة تانية مش هينفع الكلام عن العزاء ولا الدموع ولا الدي أحداد ولا البكا. مصر أكبر من كده. مصر في حالة حرب. في الحرب مفيش وقت للبكا ولا الدموع ولا المزايدات برضه. بقية في حياتكم في 21 مواطن مصري اتغدر بيهم النهاردة على ايد مجرمين داعش، واتذبحوا تاني على ايد مجرمين الاخوان اللي قاعدين دلوقتي على المواقع والفضائيات بيشمتوا، بيتاجروا بالدم، بيتاجروا بدم الاقباط علشان يحققوا مكسب سياسي. البقية في حياتكم ومساء العار على كل اللي بيساندهم ويشجعهم ويدعمهم ويفرح بجرائمهم هنا في مصر او في اي حته تانية. مساء العار على كل واحد بيطلق على نفسه زور بانه اخوان او انه هو مسلمين او انه بيتكلم باسم ربنا. مساء العار على كل اللي بيتاجروا بالدم، على كل اللي عاوز يستخدم اعدام المصريين في ليبيا للمزايده على السلطه او على الدوله او على الوطن او لاشعال فتنه او ضرب الوحده الوطنيه. ومساء العار والعمى على كل اللي شايف وعارف ان الحرب في مصر بقت من كل اتجاه، أو الحرب على مصر بقت من كل اتجاه، ومع ذلك مقرر ومصمم ومصر إنه يكمل في المزايدة والخناقات اللي ملهاش طايل ولا فايدة ولا هدف ولا اتجاه. مساء العار على الجماعة اللي بتخطط لإفساد المؤتمر الاقتصادي على حساب دم وجثث المصريين الغلابة في ليبيا وفي سيناء. مساء العار والجهل على أي متعاطف متخيل إن الناس دي بتتكلم باسم ربنا أو عاوزة تدافع عن دين ربنا أو عاوزة أختهم وفاء أو كاميليا زي ما بيقولوا أو زي ما بيضحكوا عليك. اللي عاوز أخته يا أستاذ واللي عاوز ينصر دينه يا أستاذة ما بينصروش بالقتل والدم، خصوصا لما يقتل عزل. عشان كده ما لهمش عندنا غير مساء الخسة والندالة على كل الفضائيات والمواقع الإخوانية. هتقول لي إيه علاقتهم؟ هقول لك بص وشوف، بص وشوف الشماتة في الدم، بص وشوف الرسائل اللي بتتقال بتقلل المصريين اشربوا ادفعوا ثمن شجاعتكم في ازاحه مرسي، وبيعايروا المسيحيين وبيقولوا لهم ادفعوا ثمن تأييدكم لسيسي. مساء الفقر والهم اللي خرج كل الغلابه من قراهم وبيوتهم علشان يدوروا على لقمه عيش في مناطق الموت. ومساء العجز وقله الحيله اللي وصلتنا اننا نشوف بعيوننا مجبرين مشهد اعدام 21 مواطن مصري في ليبيا، رغم ان حادثه الاختطاف اتكررت 12 مره بس ما بنتعلمش. مساء القلوب المضلمه اللي مش قادره تشوف ان اللي بيحصل في سيناء من عمليات ضد داعش واخوانها وجعهم وعجزهم، فقرروا ينتقموا زي الاندال من العزل والغلابه في شوارع ليبيا، ويا عالم فين تاني. مساء العقول المضلمه اللي مش قادره تشوف ان ارهابهم فشل يهز البلد دي، فقرروا يرجعوا للعبة القديمة، يضربوا الوحدة الوطنية وفتنة. مساء عدم المسؤولية اللي خلى السيد رئيس الوزراء يعتمد مبدأ التصريحات الوردية ويطلع يقول للأهالي امبارح زي ما عرضنا لحضراتكم هنا هتسمعوا أخبار كويسة بعد 48 ساعة، وقبل ما تعدي 48 ساعة جاله الخبر. مساء عدم المسؤولية اللي خلينا نسمع تصريحات من نوعية أنا مستعد أقدم نفسي لداعش مقابل كذا، فتطلع داعش تقولك تعالى سلم نفسك، تحط الدولة المصرية في مواقف بايخة. ليه بنقول كده؟ ليه بنتكلم من غير معلومات؟ ليه بنطيب خواطر الناس واحنا عارفين ان الكارثة واقفة على الباب؟ مساء مش عارف له لون على وزارة الخارجية اللي محدش فيها بيقول لنا على مدار السنتين اللي فاتوا ايه الحل للتعامل مع أزمة المصريين في ليبيا رغم تكرار الحوادث. لكن لازم نوصل احنا كده، عندنا في مصر كده. سنة سنة، وجع وجع. ما نفوقش ابدا الا على وجع كبير. كان لازم الرقم يوصل 21
علشان نتهز ونتوجع، رغم ان كان في 13 حادثه قبلهم على مدار سنتين من ابريل 2012، بس لازم الدم يكون كتير علشان نفوق. برضو مسائل التحركات السريعه والايجابيه باعلان الحداد 7 ايام على ارواح الضحايا، والاعلان بانه بعد نص ساعه من دلوقتي 11:30 في اجتماع لمجلس الدفاع الوطني علشان يبقى فيه رد حاسم على البلطجه دي، نتمنى فعلا انه يكون حاسم. مساء المعرفه، ان حضرتك لازم تعرف وتفهم ان احنا خلاص بقينا في حاله حرب، بنحارب في الشرق والغرب علشان البلد دي ما تنكسرش، ولما تبقى الحرب من كل حته ويبقى العدو واضح وبيستهدف المدني الاعزل، مش زي ما هو بيقول بيحارب المجندين بتوع الجيش والشرطه، لا دلوقتي هو بيستهدف المدني الاعزل، بيعترف لك ان هو ندل، بيعترف لك ان هو جبان، بيعترف لك ان معركته ابدا مش مع الامن زي ما هو بيقول، ولا معركته ابدا مع ممارسات الداخليه زي ما هو بيقول، ولا معركته ابدا على الظلم اللي بيتعرض له بعض الناس زي ما هو بيقول، هي معركته انك خدت منه السلطه، معركته انك ازحته من على السلطه، معركته ان هو عاوز يهد البلد دي، معركته ان هو عاوز يحلل ثمن الفلوس اللي بياخدها علشان يهد البلد دي. فلو ما عرفش يطول القوي فما يبقاش قدامه غير الاعزل الضعيف. عمرك شفت مسلم بجد متدين بجد على مدار كل التاريخ الاسلامي بيتكلم باسم ربنا بجد، عارف ربنا بجد، يستسهل كده انه يحارب واحد اعزل ويقتله؟ ده حتى في الرجوله ما بقاش راجل، حتى في صفات الرجوله والجدعنه والشهامه ما بقاش راجل، ولا الجبان ما بتبقاش من افعال الرجاله، افعال الاندال. الرجاله في الاوقات اللي زي دي ما بتشمتش، ما بتزايدش، بتقف صف واحد، وصف واحد مش هقول لك علشان تحمي الدوله او حتى علشان تقف مع السلطه، لا، علشان تحمي وطنك، تحمي ناسك واهلك وعيالك. انا عارف انه بعض الناس هتزايد وتعتبر الكلام ده اهو هيستغل خوف الناس وتخويف الناس علشان لصالح السلطه، لكن لا، الموضوع كله واقف على انه دي معركه وطن.